رجعنا مع حضراتكم، وهرجع للكابتن عادل عبد الرحمن. كنا الكابتن بنتكلم على عشتوا ليله مباراه الاهلي والزمالك ازاي بمختلف يعني مختلف الاجيال اللي عدت، وكان في اختلاف يا ترى، كان في اختلاف في الاجيال، استعدادات بتكون مختلفه. كابتن اسامه اتكلم على انواع التركيز، ان مش لازم اللعيب ياخد كل الضغوط ديت ويبدا يفكر فيها، دي جزئيه. كابتن عادل، قضيت ليله مباراه الاهلي والزمالك مباراه قمه، كنت بتقضيها ازاي؟ هو عادة انت المدربين اول حاجة بيخرجوك بره المباراة. ليه؟ لانك انت اصلا مضغوط، ومباراة اعلاميا بتبقى فيها انتشار كبير قوي، ناس بتتكلم عليها قبلها باسبوعين وقبلها بثلاثة. فالمدرب الشاطر اللي بيخرجك بره الاسبوع ده خالص بيديك حاجات بعيدة عن الشد بتاع المباراة، هو اللي بيوصلك لانك انت تقعد بتفكر في المباراة ازاي. اما طقوسك انت عارف ان مباراة اهلي والزمالك من اسهل المباريات على اللعيبة، من اسهل المباريات على اللعيبه. يمكن احنا دايما المقوله دي كنا بنقولها، ان المباراه السهله هي مباراه اهلي والزمالك، لان الزمالك بيلعب وانت بتلعب، فبتهاجم وهو بيهاجم، الجيم مفتوح، الجيم مفتوح اللي ب ب ب بنشتغل كويس. ولكن هو هنا بقى الفرصه. يمكن احنا كان في قريب شويه في جوهانسبرج لما لعبنا الزمالك، في كان المباراه كان فيها، عشان كنا بنلعب بره، كان فيها شد في جنوب افريقيا، كان فيها شد عصبي شويه. لكن انت المفروض ان انت بتخرج اللعيبه واللعيبه بتخرج منهم، انت نفسك الطقوس بتاعتك ما بتغيرهاش. يعني هو اللعيب الذكي اللي يعمل اللي نفس الفكره بتاع حتى النوم، حتى استعداده كانها اي مباراه عاديه. يعني التركيز بقى يا كابتن هاني، يمكن انا من خلال الفكر الجديد اللي احنا شفناه، يمكن احنا كان فكرنا في الكوره ما عدناش بالمراحل اللي هي فيها العلم دلوقتي بالطريقه الكبيره. يعني انا واحد من الناس قعدت طول الوقت افكر، وانا هديك مثال، يعني طول الوقت كنت بفكر هل التركيز انك انت تكون مشدود وانك انت ما بتتكلمش وما بتضحكش، هل ده تركيز؟ مش ده المقصود خالص. من التركيز هنا بقى خلي بالك، ده علمه لنا. ايوه ده اتعلمناه واحنا صغيرين في النجوم. ودي مشكله مدربين اصلا، لما يكون في ماتش مهم، ايه ده انت بتضحك؟ يبقى انت مش مركز. تراشكر بناء على الجزئيه دي، يعني مش هقول لك اتربينا عليه، لكن كان عندنا نوع من انواع، يمكن انا طلعت لما شفتها بره قلت لعيب اسامه مزيكا وبيرقص قبل ما تفتكر يا هاني انا هروح نتغلب 3-4، الاقي ايه نازل في الملعب مختلف ووشه مختلف، بقى حاجه ثانيه خالص. يعني تفتكر فان باستن كان نازل معانا ازاي في الطابور واحنا نازلين في ماتش كاس العالم؟ فان باستن كان بيعمل ايه؟ كان بيصفر، والصفار انا فاكرها كويس قوي، حتى انا كان ساعتها بيقولوا لنا لازم تركز، لازم تبقى عم كده. قعدت افكر فيها لقيته، يعني ده حاجه في الكوره، يعني في التركيز، ف ان هو بيستحضر صور ذهنيه، حاجات في الفكر والعلم النفس في الكوره والحاجات دي، انه بيستحضر صور ذهنيه للمباراه. يعني ابسطها بس عشان الناس تعرفها، ان انا دلوقتي لما اجي اركز في المباراه، ان انا ممكن استحضر في ذاكرتي مثلا اسامه حسني اللعيب اللي هيلعب وانا سيرد باك، فاسامه حسني هل تحركه بيبقى عامل ازاي؟ انا بستدعيه عندي في الذاكره، بتتخيل لأن اللعب. يعني لانك انت لو بص يا سام، لو انت طلبتي حاجه معينه اول ما بتطلبيها وبتقوليها تلاقيها الصور الذهنيه بتيجي قدام دماغك كده، انك انت بتشوفيها نفسها الحدث نفسه. لو اتكلمتي على مكان ما تلاقي المكان طالع في قدامك. فانت لما بتستدعيه، انت تستدعيه ازاي؟ ده ليه مفتاح. المفتاح ما هو؟ اللي هي ممكن من خلال واحد بيقرا قران، في واحد تاني ممكن يسمع مزيكا، في حاجات كتير قوي دي عاده عند اللاعب نفسه. احنا بنيجي في الوقت الحالي بنمرن اللعيب عليها، يعني انك انت تركز، وانك انت كمان تكون بنظم لك حياتك ازاي. وده يمكن اللعيب بره بيبقى عنده مدير اعمال وبينظم له حياته، لكن اللعيب في مصر احنا دلوقتي بنبدا دلوقتي عاوزين ننظم له حياته. عشان كده بنقول اللاعب اللي منضبط خارج الملعب وعنده حد بيفكر له كويس بيدوم وبيبقى كويس. فانا من خلال المباريات اللي انا كنت بلعبها، وفيها تعشق كبير كمان يا كابتن لما بيكون معاه وكيل اعمال ذكي كمان. اكيد اكيد طبعا. يعني احنا شايفين محمد صلاح يمكن راح حته كويسه طبعا، لان معاه راجل بيفكر له كويس. المهم بقى في الامر ايه؟ ان التخصص، بمعنى انك انت كلاعب تقتنع ان الراجل اللي بيفكر لك كويس. لو انت ما عندكش مدير اعمال، انا بقول لاي لعيب ما عندكش مدير اعمال، ممكن حد بتثق فيه قوي ان هو يرشدك، لان
كتير من لعيبه الكوره في مصر ودي مهمه جدا بيضيعوا سنين كبيره وكتيره من عمرهم في عدم الانضباط. عدم الانضباط ده بيجي من ايه؟ ما عندوش خبره. انا لما بيجي وكيل او يجي واحد عنده ثقه فيه بيقول له بسرعه اعدل نفسك انت كده ماشي غلط.